اتفضل، ما حدا يضل وقتنا حفاظ. معلش ناديله لو سمحتي. مثل ما بدك. اهلين استاذ، تفضل. اهلين خليل فواز. يا اهلا وسهلا. شلونك؟ الحمد لله. والله انا طلعت لفوق على الغرفه ما لقيت عمي ابو سعيد، ترك خبر عن حضرتك شيء؟ لا والله. انا استاذ شفته بعد الظهر طالع لحاله برات البيت، يعني قلبي عليه، كان كثير حزنان ومقهور. بالعكس امبارح كان كثير مبسوط، على اساس انه ابنه اخذ بيت ومحضر حاله يروح يسكن معه. لا لا ابدا استاذ، مثل ما قلت لك شفته زعلان ومهموم كثير. انا فعلا قلقان عليه، لانه كل مره بيطلع من البيت بيترك خبر عند حضرتك او عند الشباب. والله معك حق، تعرف انا هلا انشغل بالي، لانه لو كان بده ينام عند ابنه كان خبرنا، متاكد هو انك بدك تسال عنه. ايه احكي لي شو صار معك؟ تخيلي حالك فايتي على بيتك وكانك غريبه عنه، يعني كانك بدوامه، كل لحظه كنت حس انه بده يغمى علي. يا لطيف. وهو؟ هو واقف مثل الاهبل. وانت بعدين كيف اقتنعتي؟ فكرت بكلامك اللي قلتي لي، حسيت انه انا فعلا في كثير اشياء ما كنت شايفتها، كنت حامله مساله كرامتي وماشي، ماني شايفه شيء غير قدامي. كل اللي عم فكر فيه كنت انه معقول انا يصير معي هيك؟ معقول هو يتجرأ يعمل معي هيك؟ هذا اللي كل الناس كانت تقول منيح اللي رضياني فيه. انا اللي كنت بالجامعه في 100 واحد بيتمنى يرتبط فيني، كنت مفكره انه طول عمره رح يضل يشكر ربه اني قبلت فيه. بس بعدين فكرت انه بهي الطريقه ممكن احصل على حقي اكثر. اتفق. وشو صار؟ اول شيء استرجعت اغراضي، قال بدها تكبه. يا ايه صحي ما حكيت لك. وقفت هيك تخصورت لي وقال خدي اغراضك، ضبيت لك اياهم بالكرتونه، اصلا كنت بدي اعطيهم للناطور. معقول انا رح يغمى علي؟ معقول شو شرشوحه؟ عن جد بتعرفي انه كنت خايفه تردح لي وتشد لي شعري مثل الافلام؟ معقوله؟ انه انا بس بدي افهم، رح يطق عقلي، بس بدي افهم شغلي، شو ممكن يكون عجبه فيها؟ يعني حسب انا ما بقرا عن الشرقيين والغربيين، هذا الفرق بين الشرق والغرب، انه نحن لازلنا العاطفة بتلعب بحياتنا دور كبير. يعني هلا انا كتير شايف افلام سينما وقاري قصص غربية، كلهم ما حدا، بس يكبر الواحد ما بيعود حدا بيطلع فيه بيصفى لحاله، بينما نحن عنا ببلادنا يعني الجار بحن لجاره وبيدير باله عليه. يعني اذا كان واحد بالحارة مريض لازال الجيران بيتعاطفوا معه وبيديروا بالهم عليه وبيساعدوه ما امكنهم من المساعدة. يعني هالحنان هذا ما منلاقيه نحن برا، بس منلاقيه دائما عنا ببلادنا نحن. شو صار معك استاذ نبيل؟ اتصلت بالاوتيل وسالت عن ابنه سعيد، قالوا لي طلع يتعشى هو مدام وتركوا الاولاد في الاوضه. ايه؟ قلت له اجى ابوه لعنده شيء، قال لي لا ما اجى ما شفنا. لا حول ولا قوه الا بالله، شو بدنا نعمل هلا؟ شو خالق فواز ما اجى؟ ما اجى لهلا. معقول يكون مع ابنه؟ راح الاستاذ نبيل وسال عنه بالاوتيل، قالوا له ما اجى. طب وين بده يكون راح؟ والله ما بعرف، بس الغايب عذره معه. يا الله يا اجى. روحي فقي شمس يلا. واحد اثنين ثلاثة
طلع هوا من صدرك اكثر. يلا واحد اثنين ثلاثة. كيف صرت عمو؟ ان شاء الله احسن. احسن ماشي. شو صاير معك عمو؟ شو صاير معك؟ قلنا هيئته تعبان كثير. انا برايي جيبوا له دكتور وحكوا مع ابنه. لا اتركوني موت خلاص، خلوني ارتاح. عمو بتريد تخبر سعيد؟ لا 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 تخبروا، لا تخبروا. طلبوا مني 10,000 ليرة تأمين، ما معي غير 4,000. طيب أنا معي 2000 وأنا يمكن معي 3. أنا عندي 1000. شوف أنا رايح أعمل له أوراق. لا لا أنا بعملها. هات أنا الرصاص. بعت الهوية؟ إيه معي. يعطيك العافية. طيب مو لازم نخبر ابنه؟ وليش لحتى نخبره؟ ما بيكفي كل شيء صار بعمه أبو سعيد من تحت راسه؟ لك قد ما كان يعني، بس لازم يعرف. أصلاً من يوم ما إجا هو حالته حالة. معلش بس لازم نخبره. أنا رايح لعنده على الأوتيل. أستاذ نبيل خير؟ في شيء؟ أبي في شيء؟ الوالد صابوا شوية ضيق تنفس والدكتور قال لازم ننقله على المستشفى. شو المستشفى؟ خير إن شاء الله؟ لا خير إن شاء الله خير. طيب أنا جاي معك. تو ماي فاتا ليك تمش بيتالي هيك مسكين هيك رفتيك عن شبيتك. أوكي؟ تفضل تفضل. جود باي. غريب شو صار فجأة؟ يعني أنا تركته الصبح ما كان في شيء. ما بعرف، قالوا لي الشباب إنه الظهر رجع لغرفته، دخل وسكر على حاله الباب، وبعدين بعد الظهر شافته الجارة نازل، بس كان متضايق كتير، تأخر لبين ما رجع، انشغل بالنا عليه، اتصلت بحضرتك بالأوتيل، قالوا لي طلعت أنت والمدام إنه أبو سعيد ما أجل عندك، وبعد الظهر لما رجع كانت حالته فظيعة، صابته سهل وضيق تنفس، طلبنا له الدكتور، قال ضروري لازم يروح على المستشفى. غريب، يعني أنا اليوم لما كنت عم ورجيه على البيت كان مبسوط. أنا شفته فجأة يعني هيك سكت، بس فكرته تعبان. تعرف أستاذ نبيل، يعني أنا بعد سنين الغربة الطويلة صرت عم ألاقي صعوبة إني أتفاهم أنا والوالد. فجأة ما بلاقيه غير هيك سكت وما بعرف. تعرف دكتور سعيد، الواحد لما بيكبر بتزيد حساسيته، بيصير بيتضايق من أقل شغلة. هو عم بيحاول يلاقي صيغة ليرجع الحوار بينك وبينه، عم يحلم يقضي بقية عمره انت وياه ببيت واحد. بيت واحد؟ هو هيك كان عم يفكر؟ ايه، لكن كيف لازم يفكر؟ يعني انا ما خطر لي هالموضوع ولا مرة، يعني كنت بظن انه من البديهي انه الواحد
ما بعرف. نعم. كيف ما خطر لي انه عم يفكر هيك؟ استاذ نبيل انت ما بتعرف قديش انا بحبه لبابا وبحترمه. بس على ما يبدو تفكيري تبرمج بطريقه مختلفه خلال السنين. ما خطر لي ولا لحظه. ما خطر لي. طب قول لك صار شو قال الدكتور؟ عم يقولوا انه حالته مستقره. طيب ما في دكتور نسأل عن حالته؟ ليش انت كثير هامه؟ ليلى؟ لا خليه يحكي. من يوم ما تعرفت على عمه ابو سعيد وهو ما له سيره غير حضرتك، كل حلمه كان انك ترجع تقعد بالبلد لحتى يعيش بقيه عمره وحياته معك، وشو كانت النتيجه وقت رجعت؟ ما بيشوفها غير كل حين ومين، وبدل ما تتحسن حالته ازدادت سوء. ايه بس انا ما بتتخيل قديش كان معلق اماله عليك. يعني هلا انا كنت السبب. وكان متامل يقضي اخر ايامه معك، كل يوم كان يعيدها لهالجمله 10 مرات. بس انا ما كنت عرفان على الشيء. ما قدرت. طول بالك دكتور سعيد، ان شاء الله الامور بتتحسن. بتحب ندخل لعنده على العنايه المشدده؟ في طبيب ممكن نساله. يعني بيسمحوا؟ بنحاول بعدين حضرتك دكتور. يلا تفضل. كأنه زودناها عليه شوي. ايه معلش، خليه يحس قد ايه قاسى ابوه. ايه بس حرام، يعني كان مبين انه هو مو قاصد هالشي. يعني انا بظن انه الواحد وقت يسافر ويطلع لبرا بينسى ناسه واهله، يعني بينخرط بالمجتمع اللي هو فيه، وحتى بينسى انه في عالم عم تستناه. اخ يا خوفي. بس لا تحكي شي بابا، لا تعب حالك. كان بدي اشوفك قبل ما اموت. بعيد الشر عنك بابا، انا حكيت مع الدكاترة وطمنوني ان شاء الله بكره بيطلعوك على غرفة عادية وبعد يومين بنطلع من المستشفى. تعرف لوين؟ على بيتنا الجديد. انا اسف بابا، انا غلطت معك كتير، بس والله ما كان قصدي. راح احضر لك الغرفة، ولا لك راح استناك للطيب وانت بتروح تشتري الفرش تبعه. انا ما بدي غير اكون جنبك باخر ايامي. صدقني ما راح اتركك ولا يوم. بس بابا كمان في الحق عليك، يعني اللي على اللي بيزعجك. انا ابنك، حكيني اللي بتحبه واللي بيزعجك. انا غلطت بحقك كثير، سامحني. الله يلعن الغربه والبعد. شو بتسامحني؟ انا مين اللي غيرك؟ بس ما كان بدي ازعجك. عفوا استاذ. هذا ابني الدكتور سعيد. طيب بابا انا رح اتركك ترتاح هلا، بدك شيء؟ سلامتك. يعطيك العافية. الله يعافيك. سغادة دار في كتاب مريضة لا سمح الله؟ لا ما في شي، بس تعبانة شوي من بروفات المعهد. تحب نوصلك للدار؟ لا ما علي، ما في داعي تعذب حالك هلا، بس نطمن على عمه ونروح كلياتنا على البيت. شو لا الحمد لله الحالة مطمنة. أنا وعدوني الدكاترة إن شاء الله يطلعوا بكرة لرفعة عادية، بس أنا ما لي عفان كيف بدي أتشكركم يا جماعة، وبترجعكم يعني تسامحوني إذا حسيتوا إنه أنا مصر حق الوالد. روح انتوا على البيت ارتاح، ببقى انا مع الدكتور سعيد. طيب يلا خاطركم. يعطيك العافيه. ليش بخلونا هلا هون؟ ولك انت شو بنترك الزلمه لحاله؟ دكتور اذا كنت حاسس حالك تعبان روح انت كمان، انا ببقى انتوا.
انت كمان مفكرني اني مالي سائل عن ابي؟ لا لا ابدا دكتور، مو قصدي، لا تفهمني غلط. بعدين انا ما بدي اياك تزعل من الصبايا، انا بحبوه كثير لعمي ابو سعيد، صار لهم سنين قاعدين معه بنفس البيت، وكانوا متحمسين شوي، لا اكثر ولا اقل. بسيطة. بس لو قال لي انه بدي اسكن معي كنت رتبت اموري على الاساس. ما خطر لي. بتعرف يعني انا عشت باوروبا فترة طويلة وهن ما عندهم هيك علاقات. وبصراحة انا مالي عارفان كيف بدي احكي انا ومرتي بهالفكرة. طيب شو رح تعمل؟ شو بدي اعمل؟ رح ناقشها وحاول اقنعها. وإذا رفضت؟ لما جوزنا انا فهمتها انه احنا عندنا عاداتنا وتقاليدنا ولازم نتأقلم معها. أما أنت تأقلمت مع عاداتهم. إيه صحيح، بس لأنه كنا عايشين هنيك، هلا نحن عايشين هون وهي لازم تأقلم. إن شاء الله هالشيء ما يسبب لك وجع راس. إن شاء الله لا. بعدين رجينا متفهمة وذكية، وأنا متأكد إنه راح تتأقلم مع الوضع. بس للأسف نحن دائما بنسمع إنه في أجنبيات ما بيقدروا يتأقلموا مع الوضع هون. والله بهالحالة بيكون الخيار خيارك. بس أنا ما راح أترك أبي ولا يوم. أنا ما كنت بعرف قديش أذيته. خالطين كل الأغراض مع بعضها، وصولات البيت والأغراض. صباح الخير تالي. صباح الخيرات يا أنين. صباح الخير، ممكن استعمل الغاز؟ لا مو ممكن تستعملي، مو شايفتيني عم بستعمله أنا؟ لا ما ليش خالي، برجع بعدين. يا جميل ليش هيك سويتي مع المخلوقة؟ شو عملت لي؟ شو سويت حبيبتي؟ ما كان فيكم انتو اثنين تستعملوا الغاز؟ كان فينا بس يعني ما في قرنة توسعنا نحن التنتين. بالله شو هلا كل هالقرنة وما في قرنة؟ انتي ليش ما بتحبي هالمخلوقة؟ ما بعرف، سبحان الله نجمي ما طبق على نجمة. لك حرام عليكي، مالك شايفتيها مستوحشة وحاسة بالغربة؟ ايه شو ساوي لها يعني حبيبتي، شو ساوي لها؟ حط على العرباية ونادي عليها اول فواكه الشام يا عوجة. لا ستي لا تحطيها على العرباية ولا تنادي عليها اول فواكه الشام يا عوجة، تركيها بحالها لا تتبليها. اصلا انتي متحططة علي وشو ما عملت ما بيعجبك، لو شعلت لك العشرة شمع بعرف انا حبيباتك ليلى وغادة، وبعد منهم الست سحر، وبعد منهم ياسمين، شبني انا كخة؟ لا والله مو صحيح، انتي بتعرفي انك بغلاوتهم، بس حرام هدول بيروحوا بيشتغلوا طول النهار وبيرجعوا هلكانين، المفروض نحن نساعدهم، اما انتي قاعدة بالبيت يعني مالك بحاجة لمساعدة. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. أما بالنسبة للغلاوة والله والله أنتي بغلاوتهم عندي. الله يخلي لي إياك يا أم فواز. تقبريني اتفقنا؟ تركي هالمخلوقة بحالة. بعدين نصيحة تانية، تركي الأستاذ لبيب بحاله لأنه هالطينة مو لهالعجينة. لكان لأنه عجينة لعجينة الست ياسمين. استغفر الله العظيم، حرام عليكي لا تتبلي العالم. حرام علي وعلى الطالعة والنازلة بيسأل عنا؟ إيه بعمره وبحياة عينه ما سأل عن حدا من نسوان من البيت. لك خافي الله يا جميلة، خافي الله، ما سمعتي عم يقول بده يساوي له معاملتها؟ ما تأخذيني ام فواز، وأنا اللي طلع على لساني الشعر وما كان يساعدني بالمعاملة تبعي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك خلصنا بقى يا جميلة، خلصنا. الله يرضى عليكي، هدي حالك والله يبعث لك ابن الحلال يلي يسعدك ويهنيكي. بس اصبري شوي، والله الشغلة بدها صبر يا بنتي. امتى امتى الله بده يتوب علي ويريحني من هالعيشة بهالبيت؟ ليش ابو هالبيت؟ ما ابو شي، صار يلدز على الاساس، ابو شي منوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اي انا بطفي، روحي. مريم فواز، بدك شيء قبل ما اروح؟ لا سلامتك. بدي اسالك، عمو سعيد شلون صار؟ كثير منيح، واليوم الاستاذ نبيل كان عنده. متى بدهم يطلعوا المستشفى؟ بكره، دغري على بيت ابنه. واخيرا دخلين؟ شبه غادة؟ حالة مو عاجبني بها الأيام بنوم. والله ولا أنا. إيه شبه؟ والله ما بعرف شو بدي لك يا خالتي أم فواز، بس كل ما بسألها شبكي بتقوم بتعصب بتقلي ليش شبهني؟ يو ما لا شايفة شبهها؟ نحفانة كتير ووشها صاير عرض أصبعتين وما لها عم تاكل أبدا، ليكون حدا زعجها بالمعهد. لا خالي، بس هدول بالمعهد بيضلوا بيقولوا لها لازم تنحفوا لازم تنحفوا. والله العليم هي الخبيرة الروسية من وقت ما استلمت تدريب لغادة قامت طققت العقلة بزيادة، صارت هديك تتنحف حالها أكثر. ما شفتيها شلون بتضل بتقول ماني مشتهية، يسلموا مالي نفس، لك حتى الشاي ما عاد شربته بسكر. إذا هيك مقدور عليها، إي والله والله لطعميها غصب عنها. يلا خاطرك خالد. الله معك حبيبتي، الله معك. كيفك شباب؟ كيفك أنت؟ مرحبا خالد. أهلين. ومرحبتين بهالبش الحلو، عامل لك قهوه؟ يسلم ايدك يا مبلحي، بس اجيت لخبرك اني بكره بكير انا طالعه بيروت، لازمك شيء؟ لا سلام. الله يسلمك، يلا بخاطر. روحي ترجعي بسلام. شمس خانو، سمحتي طالعه لبيروت؟ ايه عفوا جميله خانو، لازمك شيء؟ خير جميله خانو؟ بدي روح معك. معي؟ ايه سمعتك انك رايحة على بيروت. انا من زمان جاي عبالي روح على بيروت، بس خايفة روح لحالي لانه ما حد بيعرفني لا مين انا ولا مني. بس ست قصدي جهينة خانم، يعني انا طالعة بمؤتمر ومنزلينها بأوتيل. بعرف حبيبتي، يمكن مفكرة اني انا بعمري ما نزلت بالأوتيل. انا من زمان نزلت بكتير أوتيلات، ليكون مفكرة انه ما عندي مصاري. لا سلامة خيرك جهينة خانم، انا ما قصدي بنوم. انا بدي روح معك على بيروت لاني بخاف روح لحالي، بدي ورجيك القصر اللي كنت ساكنة فيه. مالك مصدقاني؟ استغفر الله العظيم جهينة خانم، ليش لحتى ما صدقك؟ لكن بدي روح معك. بس جهينة خانم انا حكون كتير مشغولة بالمؤتمر، يعني يمكن ما اقدر اقضي معك اكتر من ساعة او ساعتين بالكتير. بكفي. ايه طيب معناتها بكره جهزي حالك الساعة 6 الصبح لان انا تاخرت كثير لازم امشي. انا بعيدة لانه حياتي فيها شوية عدة اشياء صارت معي خلتني اني انا اكون بهالصورة اللي شفتوني فيها. انا انسانة كنت كثير من عائلة كبيرة كثير واغنياء، وعشت ايام عز حلوة كثير، وبعدين تغيرت الظروف. مشان هيك يعني بتشوفوا فيه شغلات غير وضع كل الناس الموجودين. الإنسان لما بيكون عايش بحياة مرتاح فيها وبتجي ظروف تنقلب عليه فكتير بيتألم. و يعني ممكن بعض الأحيان إنسان إذا عنده شخصية قوية يقدر يستمر بحياته الجديدة، بس بكتير بيعاني من عدة شغلات. بس نحن ما اتفقنا هيك جوهينا خانم، ما بدنا نقعد مزنوقة.
أجرة التاكسي بالنص. ما بتفرق منتي، ما بتفرق، خير الله موجود. وانت يا أخي الله يرضى عليك، لما توصل على الجسر لا تطلع من فوق، تعال من تحت على طريق حمال المنصورية. هيك بتطول الطريق مدام. معلش حبيبتي، بدي أرجيك كم شغلة على الطريق حلوين كتير. عندك مشكلة إذا تأخرتي شوي؟ ما في مشكلة، أساساً أنا المؤتمر تبعي بعد الظهر. كتير منيح. هيتك بتعرف كتير بلبنان. ولو قضيت كل عمري هني. ما لازم نتأخر. هلا بفكرونا بالورشة. ما هو غريبة؟ تسلم. أختي ما بيهمه شو بينجزوا. المهم بس إنه الناس تداوم. والله سحر. كم مهندسة عندنا بالشغل وما بيشتغلوا لا شغل ولا عملي، بس رضيانين عنه لأنهم بيداوموا على الدكة. حياتهم ما طلعوا على ورشة، بيقعدوا بيشتغلوا صوف بالشغل. بس أختي معلش الموضوع عم داوم. نحن الوحيدين اللي بنطلع على الورشات وفوق هاد بيحاسبونا على الدوام. جنان احكي لي هلا شو قررتي؟ حياة الله ما ملتي من كتر السق والنق فوق راسك. اول شيء انت ما عم تنقي، ثاني شيء انا وقت كنت اوقع بمشاكل انت الوحيده اللي كنت توقفي جنبي، ثالث شيء انا وياكي يا حبيبتي رفقات من لك. لا تعدي وضربك. ها هيك تحكي من الاول. ليكي هذا ما جاب. هذا ما جاب. الله يسامحك، ما لقيتي لي غير هالنمره؟ شو بتساوي ليك ما في غيره بالمحل؟ يلا احسن من بلا مشان رفع الروح المعنويه. هلا بده يرفع لي روح المعنويه؟ هذا بده يدعس لروحي المعنويه. المهم هلا قولي شو قررتي؟ خلص قررت كون واقعية، رح أعمل مساومة. مساومة؟ رح أعمل مخالعة مقابل إني أتنازل عن بعض المكاسب. بس على الهدية تعجبني. إلا تعجبني. وأنت أخبارك إيه؟ الحمد لله برضه ولا؟ ما عادش تركيش ليه؟ إيه يا سرحان أنت اتغيرت أوي. إلا اتغيرت أنت لسه. أهلين خالد. أهلين غادو. تعي حبيبتي تعي فوتي. والله يا ريت، بس تعبانة وبدي فوت نام. لك أنا طبخت لك أكلة كتير كتير بتحبيها، كم مرة قلتي لي أطبخ لك إياها وأنا عم بنزح؟ الله يسلم لي هالإيدين يا خالي، بس عن جد كتير أكلة بالمعها مشان إجي ونام دغري. هذا الحكي ما بدي أسمعه أبداً، يلا حبيبتي روحي غيري أوعيكي وغسلي ونادي لليلة وتعي على أوضتنا. يا خالي بس أنا والله خلص والله العظيم بزعل منك. ها على راسي، أمري لله ولو إنه ميتة تعب. روحي. هاي هاي ما اتصل سومر؟ ما اتصل. تصوري صاير ما عم يحكي غير كل يوم مرة. هي آخرتها؟ قومي على العشاء. مع انه حاولت اقنع لخالي انه مالي قدراني بدي نام تعبانة الا مصرة. قومي عم تستنانا. والله وقدرت لك خالي ام فواز يا غادة. شو بكي غادة؟ شو هاي؟ شو ولد صغير انت؟ والله عم باكل خالي. كبري اللقمة وكلي مشان الله. يلا حبيبتي يلا. شو كتار؟ مو كتار ولا شي. خلاص الله يخليكي خلاص. لا ما خلاص. يلا هاتي قربي الصحن قربي. خالي والله صاروا كتار بالليل. لا مو كتار. قربي يلا حبيبتي يلا يلا. هلا كتيني والله اطيب معها. لا كلي يلا.
هلا جاي هو والمحامي تبعه بالزور لاقنعكم يجوا لعندي. بقى بدي اعرف انت شو طلباتك؟ بدي حقوقي، نص البيت والمتاخر ونفقه الاولاد. لا لا الله يخليكي، هاي شغله البيت بدك تنسي لي اياها هلا. بعدين اذا بدنا نرفع دعوه لازم تكون دعوه مستقله بعد ما نتاكد من الوثائق اللي معك كافيه. وبالنسبه لحقوقك بدنا نتنازل شوي. وانا بدي افهم انت ليش غيرت رايك؟ اقتنعت انه الواقعيه ذكاء والمثاليه غباء، بما انه انا ما بتنازل عن مبادئي فمشكلة اذا الواحد تنازل بالجزئيات. المهم انه انا ما اقبل كون زوجة تانية وضل محتفظة بولادي. هذا خيارك الاخير؟ عندك خيار تاني احسن؟ والله المعاملة يعني فيها اشياء ناقصة مشان هيك ما بتمشي، ورقة النفوس فيها اخطاء كمان مشان هيك وقفت المعاملة. وبتزبط؟ طبعا بتزبط، الموظف مستعد يزبطها، بس يا ريت قال حضرتك تمر لعنده. يا ريت روح معي استاذ، لانه ما معي واسطه وما في موظف برد علي، بياخذوا هالمعامله وبيقولوا لي جاي بعد اسبوع وجاي بعد شهر. سلمت مرتين ثلاثه لمعاقبين معاملات وما طلع منا شيء. على عيني مدام، امتى بتحبي تجي؟ بس انت عندك دوام. مو مشكله، باخذ اجازه ساعيه. هيك رح احاسبك معي. ولو هذا واجبنا. بكره بتقدري؟ ايه. طيب خلص بشوفك الساعه 8 الصبح قدام الدائره. معي الساعه 8 ونص، لازم اوصل بنتي على المدرسه، بكره اول يوم وما في باصات. ماشي، خاطرك مدام. مع السلامه استاذ. الله يسلمك، شكرا. عفوا. مع السلامه. يلا يا عمري، يوم اول يوم بالمدرسه، قبل ما اشوفكم متخرجين يا رب. هلا ماما، ما اشتقتي لرفقاتك؟ مو كثير، لاني نسيتهم. ايه معلش، بترجعي بتتذكريهم وبتحبيهم. بعدين انت هلا صرتي ابتدائي، يعني بصف الكبار. يعني انا ما بتصير بصف الكبار؟ لا ما بتصير بصف الكبار، لساتك بصف القطايط الحلوين، بس بتشوفها لهالا بالفرصة. ماما ما فينا نضلنا عند خالي ام فواز؟ لا ما بصير ماما. شو تضلوا عند خالي ام فواز؟ يا حبيبتي الواحد لازم يروح على المدرسة ويتعلم عشان يعرف يقرا ويكتب مثل الكبار. بعدين بتخرج بيشتغل بوظيفة مهمة مشان يقدر يعيش ولاده منيح، صح؟ بس أنا ماما بدي ضل معك. حبيبي أنت بس بتروح شوي صغيرة، بعدين أنت بترجع وقت الغداء، يعني الظهر، بتجي أنت وأختك لهون ومنضل كل الوقت سوا. يلا. هاي سندويشات فوق. ماما رح أحط لك سندويشتك مع أختك، إيه؟ تاكلوها بالفرصة، مو توسعون. يلا. يلا حبيبي يلا. شو حبيبتي؟ شو؟ رايحين على المدرسة؟ عجبك خالي؟ قال هالة ما بتروح على المدرسة، بدها تضل عند خالي أم فواز. إن شاء الله بتعبري. رح اشتاق لكم كتير كتير كتير، ورح استناكم على الغداء. لا خالي، اليوم لا تطبخي، أنا وجاي رح أجيب معي كبة لبنية من السوق، بس إجي مساوي لبنات على السريع. لا الله يخليكي، كل شيء إلا أكل السوق. خالي عن جد كتير طيبة. أنا دقت عند غالية، بعدين المعمل كتير كتير نظيف. لك يا حبيبتي ما اختلفنا، بس بضل اسمه أكل سوق. معلش هالمرة خليني أنا أعمل الأكلة، أنا بطبخ لبن كتير طيبها. مثل ما بدك، وأنا شو بدي ساوي كل النهار؟ عن جد محتارة خالي؟ إيه أنت بتنكشي الشغل من تحت الأرض. لك يا سحورتي، أنتوا بتتسلوا بشغلكم، أنا بشو بدي أتسلى؟ بشو بدك تتسلي؟ تفرجي على التلفزيون؟ ما بعرف خالي أي شيء. الله خليكي خليني اطبخ، رح انسى الطبخ. ماشي الحال. هلا كل يوم بدك توصلي الاولاد على المدرسه؟ لا اكيد كل يوم، بس اليوم الظهر الباص يستدر على البيت. خذ حبيبي، بس لا تدبق حالك. ايه لا تدبق حالك. تسلم ايديك. الله معك. لا تنسي تقولي للصبايا ان البنيات بتطبخي. على عيني على عيني. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. الله معك. صباح الخير خالة فواز. صباح الخيرات. شو كأني سمعت سيرة عزيمة، شو القصة؟ ايه والله في عزيمة، بس الأكل من السوق،
هلا بشرفك لو طبخت انا مو اطيب. ايه طبعا اطيب، بس سحر ما بتعرف تتسلبط عليكي مثلنا، مشان هيك بدها تعزمك مثل ما بتعزمك. حول ولا قوه الا بالله، قلت لها انا بحب الطبخ وبتسلى بالطبخ ما رضيتها، لأنا شو بدي اعمل كل النهار؟ اتسلي اليوم بالمونه. بتسلى بالمونه بعد الظهر. لك انا عدي ارتاحي، شو ما بصير يمرق النهار بدون شغل؟ مرحبا يا وسهلا حبيبتي، انا رايحه بدك شيء. ايه تعي تورجيني الشغل. ايوه شو القصه؟ بلاقيهم صايرين صحبه. ايه من وقت ما سافروا على بيروت سوا صاروا صحبه. غريب ما؟ لك ليش غريب؟ انت بتعرفي جهينه خانم قديش طبعها صعب وخلقها ضيق، هيك ما بتعملنا لا مشاكل ولا شيء، طول عمرها ما طايقه تعاشر حدا بهالبيت، هلا لقيت مين تحاكي. وبيني وبينك ما عادت عملت خنايا الطالعة والنازلة أحسن. ايه بس الغريب انه شمس ترافقها لجهينة خانو، وانا لازم اعرف شو القصة. ها لكان شوفي شغلك، يلا خليها تقر. ولا يهمك عندي. خلاص حبيبتي حطيتيها ببالك. الله يعينك. يعني بأول فرصة تصحيلي. يلا بدك شيء؟ لا حبيبتي بس اللي قلت لك عليه. شمس رايحة الشغل؟ ايه روحوا. يلا خافك شوينا الله معي. يلا حبيبتي بخاطرك خالي. اهلين 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 اهلين. شو حبيبتي كمان انت بدك تروح على المدرسة؟ ايه خالي. يا حبيبة قلبي بدي تعمل كيس سكر. وانت كمان رايحة على الدوام؟ لسه ما اخذت ساعة. احسن بلكي بلحق اعمل المعاملة قبل ما يبلش الدوام. ايه الله يوفقك الله يوفقك يا رب. يلا ها هي سكاكير للشطورة. يلا حبيبتي يلا روحي على المدرسة لا توصفي حالك. ليلى شكرا لخالد لك السلامة. عفوا حبيبتي عفوا. الله معكم الله معكم. مع السلامة مع السلامة. الله معكم. والدائرة تبعي العلاقات مع كثير من الدوائر، رح ساعدك لا تخاف. شكرا كثير.
خالي الله يخليكي تعس ترمي عني شوي اللبن، بدي اطلع اجيب الاولاد صار وقته. يلا 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 جاك. روحي روحي لا تخافي لا تخافي. كيفك صحة؟ ليه؟ خالي فواز وين؟ بالمطبخ. وين؟ صفي بلا اكل. مين قال لك؟ هاي للاستاذ نبيل. خدي يا حبيبتي هاي لطارق وراح اجيب لك صحن للحبيب. يلا راح اودي له اياه. يلا يلا روحي هاي صحن للحبيب هاي لطارق. يلا روحي للحبيب كتري له مرقه للحبيب. يلا دقيقه. ايوه وصحن ياسمين راح احط لها اياه هون كمان. اعطيني صحن. يلا يلا كبوز لبنات على مالك غدا. هاي صحن ياسمين هون. هاتي خلي هاتي. وهذا رمي لسعاد. ايه ان شاء الله تقبل.